السلام عليكم ورحمة الله. منتصف النهار، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. طلب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في بيان صادر عنه السلطات الموريتانية باحترام حرية العمل للنقابي المكفولة في الدستور الموريتاني في الدستور والقانون. وأكد المنتدى رفضه لما سماه التدخل الحكومي الرامي إلى ابتزاز القيادات النقابية ورؤساء الاتحاديات والتضييق عليهم. وندد المنتدى بما سماه انتشار الفساد والمحسوبية في منح الصفقات، معتبرا أن ذلك أدى إلى تهميش الفاعلين الاقتصاديين. قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية التواصل والقيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة محمد جميل المنصور إن المنتدى اعتبر تصريح الرئيس بشأن المأموريات لبعض وسائل الإعلام الأجنبية بالمهم. وأضاف المنصور خلال حلقة من برنامج استوديو رمضان أن التصريح ليس كافيا وحده، وأنه لا بد من توقيف ما سماه المسار الأحادية بشأن الحوار. أكدت بعض المصادر أن خلافات حصلت بين الحكومة الموريتانية وشركة تازيازت، وقد أدت إلى توقف في معمل الشركة الواقع بعمق الصحراء الموريتانية. وحسب ذات المصادر فإن الشركة تسعى للضغط على الحكومة من أجل أن تتراجع عن إلزام عمالها باستصدار إقامات والالتزام بالقوانين. نهاية الموجز. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على شاشة الواحدة. نشرة إخبارية بحول الله. دمتم في أمان الله. أطيب المنى.